أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أردت السفر إلى المدينة، فقال لي رجل: بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. ورا ما يسلم على الرسول وهم مكانه؟ ألم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ لا يحتاج أنه يوصي واحد. نعم، هذا من الجهل. نعم.